وصلنا إلى مناطق لم تدخل فيها آلية خدمية أبدا، مناطق منسية رغم أنها مناطق مأهولة بالسكان. عانينا ما عانينا من الأمطار، من المجاري، من الأرصاق، من الكهرباء. نشكر رئيس الوزراء السيد محمد شاع السوداني على هذه تقديم الخدمات إلى منطقة حي الكوفة. كنا نعاني إحنا وعوائلنا وأطفالنا من كانت الأمطار، مجار ماكو، هسه الحمد لله والشكر مجار موجودة، كهرباء موجودة، تبليط هذا قاعد تشوفونه. المنطقة كانت تعبانة كلش، هسه نعمة خير من الله على الرصيف، المجاري، المقرنص.